ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 جدا. بصوا بقى، انا حتى ما غيرتش هدوم. دلوقتي الساعه 10:30، يعني ايه فاضل كام ساعه على السحور. نزلت اشتريت النهارده مشتريات رمضان زي ما انتم شفتوا الفيديو اللي فات. مشتريات رمضان انا جبتها بعد ما فضيت البيت، فنشت الدنيا كلها ونزلت جبت حاجتي من اول وجديد. الحاجه هوريها لكم مش بالترتيب، لان بصوا انا رصه الحاجه كلها على الارض هنا كده جنبي، فطبعا مش هوريكم الحاجه بالترتيب. هنشوف كده كده حاجه مع بعضينا واحده واحده. ليه اتفضيت؟ ليه 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 ليه؟ ايه اللي اتكسر بقى فيك؟ ان شاء الله يا رب لا. اوكي بصوا بقى، اول حاجه جبتها زي ما انتوا شفتوا في الفيديو، انا طلعت الاول قسم منظفات وكده، جبت المعطر بتاع الملابس فيلفيتا ده اللي هو لونه ابيض. اكتر حاجه بصراحه بحبها وبرتاح فيها هو اللون الابيض. تاني حاجه جبتها، جبت اتنين من ده. تاني حاجه جبتها اتنين جيركن اوكسي اللي هو الكبير اللي هو 8 كيلو. جبت الاتنين، اولا عندي غسيل كتير قوي بتاعي لما جيت من السفر، الغسيل كتر بقى، فايه ما كانش عندي خالص مسحوق للغسيل، فجبت اتنين. اولا لاني ما بلاقيهوش دايما، ثانيا لان هو سعره حلو، كان ب 212 جنيه، فهو حلو يعني. اللي هو كان 6 كيلو. انت اتكسرتي من هنا. طيب هنحاول نحافظ عليها، ما علينا. المهم جبت منها اتنين عشان سعرها وعشان هي كبيره وعشان بتقعد وقت طويل، وما بلاقهاش بصراحه تحت البيت خالص يعني. جبت مناديل زينه، دول 6 عاملين تقريبا 128 جنيه تقريبا. جبت ده العلي جل، جبت ده للاخشاب والحاجات الخشب وكده. جبت برضو من فوق على فكره من قسم المنظفات حاجات تانية، يعني جبت البسكوت ده التوته، ده بسكوت بالموز للاطفال، وجبت كمان ده سيريلاك، وجبت واحد تاني بالرز، ولا ده اللي بالرز؟ بقول لكم ايه بقى، كنت بقول لكم جبت التانية السيريلاك ده اللي هو بال مش سيريلاك، الهيرو ده 8 حبوب والفاكهه مع الحليب. انا في الطبيعي مش باكل تاليا السيريلاك، بس يعني بيبقى كنوع من انواع التغيير وخلاص ليها، ممكن اعمل لها مثلا وجبه كده مره كل 3 ايام كل 4 ايام، لكن انا مش من انصار الحاجات دي خالص. ما اقطع لكم كتير في الفيديو، بس اتس اوكي. جبت دي من فايل مناديل للمطبخ عشان اللي عندي قربت تخلص، وطبعا يعني انتوا عارفين بقى رمضان والمناديل واحتياجاتنا في المطبخ وكل الكلام ده. جبت بتاعت فاين دي تقريبا ب 87 جنيه، مش عارفه هتكونوا شفتوها في الفيديو بتاع الفلوج. جبت ده بتاع كلوريل اهو، جبت منه اللون الابيض ده 4 لتر بكام تقريبا، بحاجه و50 جنيه، انا مش فاكره سعره قوي، بس اكيد شفتوه في الفيديو. المفروض ان هو 2 في 1، معرفش يعني هو 2 في 1، بس يعني انا استخدمه للابيض بصراحه. جبتي ايه يا لبنى؟ مش عايزه انزلته تاني في المنظفات. جبت من فوق بقى جهاز مكنه الزبادي ده من سوناي، سعره 470 جنيه. هجربه معاكم في فيديو كده وابقى اقول لكم تجربتي معاه توصلنا فيها لايه، بس انا كان نفسي اجيبه بقالي فتره يعني من زمان وانا نفسي اجيبه، فجبته. فهشوفه بقى هل هو حلو، هشوف يعني. جبت دول من فريدة، بصوا دول 4 بتوع جلانس، انا بحب فريدة بصراحة، يا فريدة يا ويندوز ده، ولا مش عارفة اسمه ويندو ولا اسمه ايه، بحبه برضه بس هو غالبا مقاطع هنا. طيب ننزل على الحاجات بقى اللي تحت عشان انا مش لاقي حاجات من الوظيفات تاني، بس هي في حاجات تانية بس يعني ما شاء الله شنط كتيرة فانا مش لاقيها. ندخل كده حاجة حاجة وواحدة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم. جبت بقى ايه، ازازة خل، ما عنديش خل. انا بصوا يا جماعة مفضية البيت كأني مسافرة، ما عنديش بجد اي حاجة يعني. ازازة اللبن دي جايبها لتاليا امبارح،
اللي هو ايه تشربها، ويعني جبتها امبارح ولسه عامله لها ببرونه تانية منها، بديها منها بالقطار عشان ما تخلصش. فنزلت طبعا جبت شويه حاجات بقى. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. جبت صويا صوص فاتح ده بحاجه و30 جنيه ده طلع غامق. اول حاجه باظت من ايدي بس اوكي، انا ما بحبش الغامق، انا بجيب صويا صوص فاتح بس ماشي. جبت طحينه البوادي مش عارفه سعرها بس هي طبعا ارخص من بره. جبت 2 صلصه من ده، في واحد اهو، 2 من ده. طبق الصلصه غالي قوي فجبت ده، جبت 2 منه ماشي ماشي. وجبت برطمان مربى. انا الصراحه عامله دايت وعلي ما بحبش المربى، برطمان المربى ده النعمه عشان نعمت بتحب المربى. اوكي اوكي. ايه تاني يا ولاد؟ وانتوا في هايبر بتاخدوا 2 كيلو سكر على مشترياتكم، فجبتهم اهو 2 كيلو سكر. عايزه يعني انا نفسي ارص بالمره عشان انجز. جبت كركديه لنفسي طبعا عشان الضغط، عشان انا تعبانه. صحيح. جبت جبنه دي اللي هي رودس دي التالية. هناك اقاويل ان هي لبن طبيعي 100% وان هي ما فيهاش اي مشاكل وان هي زي الفل، بس اي دونت نو، بس هي طعمها تحفه بصراحه. جبت من عصير جهينه ده 4، 2 تفاح، انتوا عارفين رمضان بيحب العصير، 2 تفاح و2 مانجا. اتنين تفاح واتنين مانجا اهو. جبتي ايه يا لبنى تاني؟ قولي الحقيقه بسرعه. جبت شكارتين رز، كل شكاره 5 كيلو عشان طبعا بقى يعني في رمضان احتمال بقى اعمل اكل بتاع يعني. جبت شكارتين، الواحده 5 كيلو، جبت منها 2. اطبخ بقى اللي اطبخه في رمضان واللي اتبقى يتبقى. جبت ازازه الزيت دي حلوه ب 221 جنيه او ب 212 جنيه مش فاكره، بس هي تقريبا 2 لتر 2 لتر والله مش عارفه هي قد ايه، بس هي تقريبا كانت 2 لتر وربع 2 لتر وربع يا رب. طبعا هي مش هتكفي رمضان بس يعني اتس اوكي. جبت ده، كنت عايزه اقول لكم على حاجه مهمه يا جماعه. شايفين الدرفه دي متدغدغه والدرفه دي متدغدغه والدرجين دول بايظين وبتاع، انا مضطر مش راضي يجي لي بقاله 3 سنين 3 سنين بضحك هغير المطبخ وهو لسه ما جاش. كنت بوريكم ايه تاني. بصوا بقى جبت ايه تاني. جبت العيش ده للسحور مش عارفه بكام، مش فاكره، انا مش عارفه، انا مش فاكره. دي بقى مشكلتي، لازم امسك الريسيت بقى واقعد. جبت كنافه دول ب 38 جنيه يعني يعملوا صينيه كده حلوه بقى ماشي. جبت على فكره انا نزلت الصبح جبت خضاري كله من عند بتاع الخضار عشان تبقوا عارفين. جبت الجبنه دي، الجبنه دي كده ميكس جبن بحب 61 جنيه اسمها عشاية الجبنه. قلت بقى اجيبها ايه، بيتزا، بيتزا ايه، مكرونه بشاميل، حاجه عايزه وش كده يعني. جبت كسين بسبوسه اللي هي 5 مينتس دي اهي، الواحد تقريبا بكام؟ ب15 جنيه غالبا والله اعلم. جبت فول طبعا، انتوا عارفين الفول عشان ما نقدرش نستغنى عنه طبعا في رمضان، عشان ان شاء الله بقى بكره دمس، لان انا النهارده مش هدمس سرى. جبت التمر هندي دول ب40 جنيه ودول قليلين جدا بس ان شاء الله جودته تكون احلى. وجبت صوبيا ودول ب70 جنيه. لنا الله لنا الله ماشي ماشي. جبت البسكوت ده التوته، انا برضو ما بحبش اكلها بسكوت قوي، في يعني جايباهم كده اللي هم في البيت بحس جاعت حبه يعني. انا تانية لحد دلوقتي ما دقتش طعم الكيكه والحاجات اللي في السوبر ماركت دي طعمها ايه ويعني فاهمني. انا عارفه ان ممكن ده يكون غلط بس انا مش عايزاها تاكل الحاجات دي قوي او تبقى مفضله بالنسبه لها قوي يعني. عمري ما اتذوقت يعني مثلا عمري ما اتذوقتها حاجات اللي هي البوز والحاجات دي، ولا الكيكه ولا النايتي ولا البسكويت ولا الحاجات دي. بديها ده البسكوت ساده لطيف يعني، اللي هو مثلا ممكن اديها واحده 2 كل فين وفين كده يعني. جبت ملوخيه لذه عشان ما لقيتش بسمه. جبت جلاش
الجلاش ده، مش عارفه هو حلو ولا لا. طبعا جبت سمبوسه الزهار، جبتها قبل كده وكانت تحفه تقريبا. كل الكلام اللي انا بقوله لك ده تقريبا. بصوا بقى انا جبت كرفس، كرفس ده عشق العشوقه بقى، مش دايما بلاقيه على فكره في هايبر. هحطه في كيس واربطه كويس واحطه في درج التلاجه. وجبت بطاطا، هي مش ما تصرش قوي بس لطيفه. كيلو البطاطا في هايبر ب 16.95 جنيه. دول بكام؟ دول ب 22 جنيه. انا ما لقيتش عند بتاع الخضار اللي انا جبت منه الصبح الخضار بطاطا. انا بحب اجيب بطاطا عشان انا بحبها، ولما انا ما باكلهاش تانيه كمان بحط لها منها يعني في الصبح لو هعمل لها وجبه بعد الفطار بكام ساعه كده تاكلها يعني كده يعني. ده تفاح احمر جبت شويه حلوين عشان انا هاكل منه في الدايت. دول ب 153 جنيه جدا، مش هتكلم اكتر من كده. تفاح ب 79 جنيه. جبت دول افوكادو عشاني وعشان تاليا، يعني انا هاكل منه وتاليا هتاكل منه. هي مش بتحبه قوي، هي كانت بتحبه قوي بس بطلت تحبه قوي كتير قوي، معرفش الفيديو غير موفق معايا بالمره. المهم مش فاكره اصلا كنت بقول لكم ايه بقى، فانتوا اكتبوا لي في الكومنتات انا كنت بقول لكم ايه. كنت بقول لكم على البسكوت ولا كنت بقول لكم على ايه؟ المهم ان انا ببقى فرحانه وانا بريكم مشتريات رمضان، يعني ببقى عايز اعرف الكل يعني جبت مشتريات رمضان وحاجات رمضان. مع ان رمضان ده مش احلى حاجه بالنسبه لي الحمد لله طبعا، بس انا مبسوطه. جبت دول بقى ايه؟ رز بلبن وعشوره. دول لتاليا ميزتهم ان سكرهم خفيف وطبيعيين يعني فريش، مش وحشين يعني. جبت من دي اتنين، واحده اهي وواحده اهي جوه علبتين، واحده لتاليا وواحده ليا عشان السحور، او يعني مثلا بدي تاليا كل يوم كوبايه زبادي ولا حاجه عشان وعشاننا وعشان السحور. اوكي اوكي جبت ايه تاني يا بنتي؟ لبنه. جبت ايه هي لبنه؟ بصوا يا جماعه جبت رول جبت الرول ده بتاع القمامه عشان ما كانش عندي بقالي فتره طويله وبحط الزباله جوه الباسكت على طول، فما ده مش لطيف خالص، فجبت بصراحه يعني قلت اهو ينفع. جبت جاركن الكاتشب ده عشان احلام قالت ان هو حلو، خليه للخلطات. اللي مش عارفه ايه الخلطات الصراحه. ماشي ماشي. جبت ايه تاني؟ جبت ايه تاني يا لبنى في مشتريات رمضان؟ جبت الفراوله دي تحفه يا جماعه ب 24 جنيه. عايزه اقول لكم ان هي تحفه نو ربش، فما ما مش حلوه خالص. دي بتاعت هايبر تحفه ممتازه. جبت الكيوي ده، الكيوي ده ب 70 جنيه دول للاسف، لان الكيلو ب 169 جنيه. اوكي جبت كمان البلح ده، ده بلح اسمه بلح عراقي ب 31 جنيه و 20 قرش. الجوافه دي، الجوافه دي ب 22 جنيه، دول اقل من كيلو، الكيلو ب 25 جنيه و 95 قرش. تمام تمام. جبت دول، دول فويل وبلاستيك فيل عشان هينفعوني في رمضان. جبت 2 كيلو مكرونه قلم، ما جبتش اي مكرونه تاني غير المكرونه القلم، هي دي بس اللي جبتها. اوكي اوكي جبت 2 كيلو، يعني انا جبت من الكيس ده 2 بس، هي دي المكرونات اللي انا جبتها. جبت ده فروتي ده بالبرتقال، طبعا انتوا عارفين زي ما قلت لكم العصير في رمضان حاجه مهمه جدا. جبت رايب ليا طبعا هتسحل في رمضان في الدايت، وان شاء الله ناوي اعمل دايت قاسي جدا في رمضان، اخس فيه شويه حلوين كمان لان انا خسيت شويه حلوين ولما رحت دبي رجعت اتخنت تاني. بصوا دول 4 رايب مخلياهم ايه ليا، اشربه كده في السحور، اشربه مكان السحور، افطر بوحده وما افطرش ومع تفاحه، فيعني هحاول التزم شويه. جبت النسكافيه ده او الكافي ده، ده كافي اند كريمر، جبته عشان ايه؟ طبعا انتوا عارفين بقى التاني ده في المقاطعه. جبت ينسون بالليمون عشان تالي عندها برد فقلت اشربه لها. جبت زبده الفول السوداني دي التوته، معرفش هل هي بقى صح
ولا غلط؟ يعني انا دلوقتي ببقى عايزاها تاكل يعني دي حته عيش في ايديها جواها حاجه، فمش عارفه يعني ممكن الحاجه دي تكون ايه، ف هل هي مفيده ولا ايه؟ انا مش عارفه. اكتبوا لي يا مامز. جبت ده، دي كزبره، لان انا لما جبت توابل من الامارات ما لقيتش كزبره، فمش عارفه هل الاماراتيين ما بيستخدموش الكزبره كتوابل. جبت دي، وجبت صوص الدمجلاس، وجايبه واحد شيش طوق. اوكي اوكي. جبت ايه تاني يا لبنى يا شاطره؟ جبت ده مشمشيه، مش عارفه هي بايظه ولا ايه، المنشأ تركيا. اوكي، المفروض ان هي انتاج جديد يعني بتاع توب فاليو، وده جديد ماشي، غاليين مش رخاص. كنت جايبه واحده قراصيه وما لقيتش الباركود بتاعها، فقلت خلاص مش عايزاه. شفتوا السهوله؟ مش عايزاه خلاص. جبت 10 فانيليا، 10 اكياس فانيليا. استنوا بقى، الموضوع على فكره كبر من ايدي قوي. جبت ايه بقى؟ انا جبت 6 ازايز لبن من مزارع عدنان، قلت هاخد نصهم ليا للمكرونه بشاميل والحاجه وكده. يعني اللبن البلدي بصراحه يعني اكتر شديده، ساعات بجيبه بيقطع، عايز يتغلي يعني. ومزارع عدنان بصراحه تحفه، ومش غالي قوي زي المراعي مثلا، المراعي اغلى منه بكتير. فجبت 6 علب. جبت علبه سمنه كريستال، دي بصراحة ماما كانت جايبة لي سمنة بلدي، فأنا جبت دي اللي هو إيه، يلا يعني. جبت العسل ده اللي هو بيكو ده، وأول مرة أجربه وهشوف وأقول لكم رأيي فيه بعد كده هيبقى مفضل لدي ولا لأ. جبت 2 ملح من اللي هو ملح بتاع كوكس ده، أنا برص بالمرة خدوا بالكم يعني. طبعا أنا ما برميش الشنط دي، أنا بخليها للبساكت في البيت يعني. الفيديو ده هيطول قوي. دي الثانية بتاعت السريلاك اللي قلت لكم عليها. جبت شاور فريده ده، كنت جايبه اللبني قبل كده، عايزه اقول لكم ان ده برده تحفه تحفه تحفه، ده ماي شاور جل. جبت الصابونه دي لماما بالجليسرين. يس. جبت المناديل دي طبعا لا غنى عنها، انا بالنسبه لي لا غنى عنها. جبت معجون السنان ده مع فرشه، ومشكلتي بقى ايه؟ بصوا انا جايباه على اساس ان هو سنسوداين مش في المقاطعه، اكتشفت دلوقتي ان هو سيجنال في المقاطعه، بس اوكي. جبت رول المفرش ده اللي هو عليه رسمه رمضان تقريبا ب 60 جنيه. جبت ده للحمام طبعا، ماكسل، ماكسل مش في المقاطعه، ماكسل صنعه في مصر، 60 جنيه ده. جبت شرابين من كوتونيل لعلي. شكرا. جبت ايه تاني؟ جبت كيس البلح ده، مش احلى حاجه بس هو ب 30 جنيه باين او ب 35 جنيه، اللي هو اسمه البارون، هو مش احلى حاجه بس يعني اتس اوكي. اوكي جبت ايه؟ بصوا بقى الجمال بقى ده ليا انا وماما بقى، يعني اكيد مش هاكله لوحدي. ده برطمان مخلل، وكيلو مخلل مشكل بالبنجر من براند اسمها تشويس، اللي هي لسه جايبه منها دلوقتي حالا اسمها ايه اللي انا قلت ان هو صويا صوص. حلو. جبت قمر الدين اللي هو الوفير ده، جبت لفه قمر الدين اهي. جبت واحد جوز الهند، بس دي مبشوره قوي، انا ما بحبش المبشوره قوي، انا بحب اللي هي الخشنه، بس ما خدتش بالي. وجبت واحده تين اللي هو مليكه ده، وجبت ده تاني كيس مكرونه من اللي انا جبتهم. جبت ايه بقى؟ ده فقره الرز الثانيه اهي. مش عارفه الرز ده حلو ولا لا بصراحه، مش فاكره انا جبته قبل كده ولا لا. جبت دول ديتول. نعمة الصراحه طلبت مني، قالت لي مدام عايزين ديتول بقى، عشان كده ايه انا زهقت. جبت ده من ماكسل، طب ده بموت فيه، ما لقيتش الكبير. اوكي. جبت الكلوريل ده للالوان،
عشان طبعا كلوركس مقاطعه. انا عايزه لو في حاجه في المقاطعه يا جماعه من دول تعرفوني عشان ما اجيبهاش تاني. ده صابون معين فيبا اللي انا بموت فيه بالليمون. اوكي ده معطر اكوا تاتش الجليد الازرق ده تحفه بكام؟ 30 بحاجه 30 جنيه وجبت فريده للارضيه. اوكي جبت ايه تاني؟ يلا بصوا بقى الحاجات اللي انا جبتها بقى للسطور. جبت طبقين جبنه رومي، واحد ليا واحد لماما. ماشي اوكي. جبت الجبنه دي اللي هي الفلمان، الكيلو منها ب 339 جنيه، جبت دول ب 87 جنيه. جبت تمن كيلو بسطرمه اخيرا ب 98 جنيه. تمن كيلو طبعا ده هحط قطعه على الثلاث بيضات يعني. جبت جبنه قريش ب 38 جنيه، دول اسمها جبنه قريش الكرم، الكيلو ب 89 جنيه ونص يعني ب 90 جنيه. الصراحه نظيفه يعني بصراحه. دي جبنه دوبل كريم دول ب 68 جنيه. طبعا دول هيقضوني طول رمضان مش هشتري تاني. دول ب 124 جنيه جبنه افانتي بالكريمه. ماشي ماشي. جبت برتقان للعصير. انتوا عارفين العصير في رمضان انا الحاجات دي بتقعد عندي وقت يعني، ما مش بفرط فيها اللي هو كده بسرعه يعني. بصوا بقى جبت ايه تاني. بصوا انا جبت اللحمه دي، دي اسمها لحمه بلدي فاخر، بس هي بقى ايه، هي ارخص من اللحمه العاديه لان بيبقى فيها قطع مشكله. انا جبت الطبقين دول لماما بصراحه عشان انا بحبش اللحمه البيضاء، هما بياكلوها انا مش بحبها قوي يعني، انا كلبنا ما مش بحبها قوي. جبت طبق الكفته ده، انا بحب الكفته بتاعتهم دي قوي، ده ب 289 جنيه. طب هنعمل ايه؟ مش عارفه ممكن الانسان يعمل ايه. جبت نص كيلو لحمه مفرومه على ربعين، دول الطبق ب 133 جنيه. ده واحد تاني اهو. خلاص خلاص خلصت معقوله. ايه ده فلوسي راحت في الحاجات دي. جبت طبق سجق، استنى اوريكم. ده طبق سجق بقري قليل الدسم، ده اللي انا بجيبه دايما ب 263 جنيه. بس يا جماعه دي كانت مشترياتي. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، ويا رب كلكم تكونوا بصحه وعافيه. و بس.